نروح للمثال الثاني. مثال الثاني عندنا figure below أيضا. يجيني هذا الفيجر. اللي هو show simple band break. شلون عرفنا simple band break؟ عندنا ذراع OB والباند أو البيلت عندي طرف مثبت بنقطة الارتكاز والطرف الآخر مثبت على الذراع OB بمسافة معينة. فإذا هذا هو simple band break which is applied on a drum of diameter. نعطيني الدايمتر مالت الدرام 400 مليم. Drum is rotating at 180 RPM. Angle of lab of the band. Angle of the band. نعطيني إياها أيضا. نعطينا الزاوية اللي هي 270 ديجري. هذا شوف هنا الباند يبدي. خلينا نقول إذا دخل عندي بهذه النقطة ده يطلع بهذه النقطة. فإذا هذه الزاوية اللي يشكلها هي 270. نعطينا لميو 0.25. One end of the band attached to the fixed pin. هذا واحد من الأطراف الباند مثبتة بنقطة الارتكاز. والأذر end to lever arm at a distance 100 مليم من ال. والثاني مثبت بنقطة الـ A. A تبعد عن نقطة الارتكاز أو OA هي 100. The lever length طول الذراع دي 600 مليم. The lever arm is placed, هذا الذراع is placed perpendicular to the diameter that the sixth, the angle of contact. عندنا هذا الذراع اللي هو الذراع مالت البريك ثبتناه بطريقه بحيث يكون عمودي على ال شلون نقول على الخط اللي يقسم نقطة او الانجل اوف كونتاكت يقسمها الى قسمين. نشوف اذا هذا خط المنقط اللي هو يكون منتصف زاوية الانجل اوف كونتاكت يكون عمودي على هذا الذراع. عفوا. Determine the necessary force required at the end of the lever arm to stop the drum. أريد أنه شقد قوة شقد بي أحتاج حتى أوقف هذا الجزء الدوار. نعطينا هذا الجزء الدوار ينقل باور 30 كيلو واط. و الجزء الثاني اللي هو الـ width of steel band if maximum tensile stress بالباند ما يتعدى 50 نيوتن على مليم تربيع maximum tensile stress. هذا اللي بالبيلت كنا نرمز له بالرمز الـ F 50 نيوتن على مليم تربيع. take thickness of band هي 3 مليم. وناخذ الثيكنس مالت الباند هو 3 ملي. نرجع ونقول هنا انه سبق ان قلنا انه احنا الباند بريك تنطبق عليه قوانين البيلت بصوره عامه. لذلك اشوف هسه هذا السؤال صار سؤال مشترك او يجمع البريك ويجمع البيلت في آن واحد. نعطيني الباور المنقولة شقد ينقل هذا الجزء الدواء. نعطيني أنه هنا وكأنه إذا استخدم بيلت
اللي هو flat belt ب thickness 3 ملي وهو يريد العرض، ونعطينا أيضا مقدار التنسايل ستريس اللي يتحمله هذا البيلت. حتى أقدر أوجد قيمة البي، يعني هو رايد مقدار البي. البي أوجده هنا مثل ما نعرف انه احنا عندنا الباور عباره عن التورك مضروبه في اوميجا، قانون. قانون الباور مالت، يعني قانون الباور مالت البريك في 1 ناقصا تي 2 مضروبه في الفي، والفي هي اوميجا في ار. فصار عندي تي 1 ناقصا تي 2 في ار، اذا هو شنو؟ التي بي، وبقت عندي الأوميجا فصارت تي بي في الأوميجا، تورك في الأوميجا. هنا أنا الباور هو ناطيني إياه، إحنا تي بي إحنا نريدها، والأوميجا ناطيني السرعة 180 آر بي إم. فإذا حتى أوجد الأوميجا هي 2 باي إن على 60، فوجدت من الباور اللي عندي قدرت اوجد شقد بريكنج تورك احتاج اسلطه حتى اولد البريك. نرجع هنا نشوف انه تي بي هي عباره عن تي 1 ناقصا تي 2 مضروبه في الار. تي بي معلومه وتي 1 وتي 2 مجهولات، والار هو ناطينا هو 400 ملي نص القطر اللي هو 0.2، فصارت عندي معادلة بدلالة T1 و T2. كقوانين بيلت عندنا قانون T1 إلى T2 هو عبارة عن E ميو ثيتا، هذا ويساوي لي الميو هي 0.25 والثيتا هي 270، نعطيني اياها بالدجري احولها للراديان فيعني 180، فطلعت عندي معادله ايضا بدلاله تي 1 تي 2. او احل هذه المعادلتين في سبيل حتى اوجد تي 1 وتي 2. هذا وجدنا مقدار القوى او التنشن تي 1 وتي 2 بهذه الطريقه. احنا اللي نريده ان احنا نريد نوجد قيمه قوه مقدار القوه بي. فاذا حتى اوجد مقدار هذه القوه علي هنا أنا اجي اول مره اشوف هذا الذراع او هذا البريك شنو القوه اللي موجوده عليه. حسب اتجاه الدوران قلنا، اذا هذا وكانه دا يسحب البيلت من هالصفحه ودا يتركه هنا. فاذا الماكسيمم تنشن راح يكون عندي تي 1 بهذا بهالموقع هذا وتي 2 بهذا الموقع، هاي تي 1 وتي 2. حتى اقدر اوجد البي لازم اجي اخذ عزم حول نقطه الاو. العزم مال تي 1 هو صفر لانه يمر بنقطه الارتكاز، والنقطه اللي ماخذين احنا حولها العزم. فإذا العزم اللي راح يتولد هو P مضروبة في 600 يساوي لي T2 في بعدها العمودي. ذكروني قلنا ان احنا ما راح نحلل القوى، وانما راح نوجد ابعاد عمودية. هنا انا تشوف هنا احنا هذه القوة تي 2 هي مائلة، فإذا مو المية هو بعدها العمودي، لا هذا البعد العادي. فإذا شوف هنا البعد العمودي راح يصير هو شنو؟ هذا إذا مدينا على استقامته وهذا مدينا على استقامته راح يصير الأو سي هو البعد العمودي. صار مفهوم رجاء؟ الفكرة مال السؤال كله مال هذا السؤال
كله تتمركز في هذه النقطة، هو أنه شلون أوجد البعد العمودي. إذن مثل ما قلنا P في 600 سوالي T2، تنتبه هنا أنه التنشن اللي حطه على البيلز حط الأسهم بالاتجاهين، من أجي أخذ الأسهم إذا كانت على الدرام فهي تكون إلى الأعلى، هذا اللي نشوفه T1 و T2. إذا أخذتها على الجزء اللي هو يمثل البريك فهي راح تكون يمين إلى الأسفل. فإذا إذا قطعنا هذا الشكل هسه إيش راح يصير؟ الدي بي إلى الأعلى، T2 إلى الأسفل، وT1 إلى الأسفل. واللي حقيقة من يرسم هذا الرسم وما يخليه للاتجاه مالت الأسهم راح أعتبره أنه يعني حقيقة ما دي يعرف شنو اللي دا يصير، لأنه إذا شوف هنا إحنا عندنا من دا ناخذ عزم بالنسبة لاتجاه القوة يختلف من يكون إلى الأعلى ومن يكون إلى الأسفل. إذا كان إلى الأعلى معناتها هذا الستيت، وإذا أخذتها وكأنه إلى الأعلى إيش راح تولد لي عزم؟ راح تولد لي عزم باتجاه أو عكس عقرب الساعة، عكس عقرب الساعة. بينما والبيت أيضا نفس الاتجاه، فصارت وكأنه بي في 600 زائدا تي 2 في الأو سي. وهذا ما ينطيني النتيجة، والنتيجة اللي حينطيني راح يعطيني إياها غلط. فإذا يجب أن أحدد بالضبط الاتجاه وين يكون، ومثل ما أرجع وأقول أنا اللي يهمني الاتجاه اللي هو على الذراع مالت البريك، لأنه أنا راح أخذ عزم على هذا الذراع، فأريد أعرف هل تي 2 إلى الأسفل أو إلى الأعلى. هذا إذا نريد هسه لازم نوجد الـ OC. مثل ما نشوف هنا أخذنا عزم P مضروبة في OP اللي هي 600 ساوي لنا تي 2 مضروبة في الـ OC. هنا أنا وبالسؤال قال أنه اللي نصف الـ Angle of Contact يكون عمودي على هذا الذراع. فإذا هذا إذا قلنا هاي نقطة D، فإذا CD هو ينصف المسافة الـ O أو منتصف المسافة الـ OA، فصار OD 50 و DA 50 ملي. هذه الزاوية، شوف هاي الزاوية هي كلها 270، قد بقى عندي هنا؟ إذا بقى عندي 90، وهذا هو منصفها، فإذا هاي 45 45. فإذا هنا نشوف زاوية FCE هذه الزاوية الفوق هي 45، فصارت عندي زاوية و طول أحد الأضلاع حتى أوجد الأوسي اللي هو هنا أخذنا المثلث OCD بزاوية والOD معلومة، كوساين 45 يساوي لي الOD على الOC، ومن عندها أجد الأوسي قيمتها أجي أعوضها بال معادلة مالت العزم، المجهول عندي هو فقط الـ P، ودرنا نوجد الـ P في هذه الحالة. المطلب الثاني اللي رايده هو أنه أحسب مقدار الـ Width مالت الـ Belt. إحنا مثل ما تقول ما نعرف نعطيني هو عندنا الماكسيمم تينشن اللي هو الماكسيمم سيرف ستريس مفروضة في الكروس سكشن أريا. الماكسيمم سيرف ستريس عندي قيمته نعطيني إياه اللي هو 50 نيوتن على مليم تربيع، نعطيني الثيكنس هنا البي عندي مجهوله، والماكسيمم تنشن هنا اللي هو يساوي لي التي 1، فتي 1 احنا وجدنا فتبقى المجهول فقط هو البي، ونوجد مقدار البي في هذه الحاله. هذا بالنسبه ايضا لهذا النوع من البريكس اللي هو
مثل ما شفنا اللي هو هنا simple band break. example رقم 3 find the maximum. طبعا يعني قبل ما اغلب الاحيان الشكل مالتي بريك انه يجيك موجود من ضمن بس مواقع التي ان تي نوت هذا كلها ذني فقط يعطيني ابعاد وينطيني الشكل بس القوى او التنشن اللي موجوده تكون لازم انه انت تخلي مواقعها وتخلي اتجاهاتها في هذه الحاله. اذا فايند ذا ماكسيمم بريكنج تورك فايند تي بي وين باند اند بلوك هافينج 12 بلوك. هنا نعدي نوع البريك هي الباند اند بلوك وعندي 12 بلوك ان قيمتها 12 each of which sustained an angle of 18 degree. قلنا كل وحدة تشكل زاوية مقدارها 18 degree at the drum center. As applied to a rotating drum الدايميتر عندنا هو مال هذا الدرام هو 800 مليم. البلوك R 100 مليم ثيكنس إذا هذا الثيكنس مالت البلوك هو 100 مليم. The two end of the band are attached to the pin opposite side of the vacuum. هنا نشوف أحد الأطراف مثبت بنقطة الأي اللي تبعد كبعد عمودي عن نقطة الارتكاز اللي هي 140 و الطرف الآخر مثبت بنقطة بي ببعد عمودي مقداره اللي هو 35 ملي. نعطينا الميو نعطينا الفورس اوف 150 is applied at a distance 800. هذا طول الذراع 800 وهذه هي عدي البي اللي مسلطيها وقيمة البي هنا هي مجهولة. نكمل السؤال أو هو هذا حقيقة السؤال. هنا أنا حسب اتجاه الدوران اتجاه الدوران مع عقرب الساعة إذن هذا راح يسحبه كأنه منا و البيلت ويتركب الجهة الأخرى فإذا هذا الجانب راح يكون التي ان وهذا هو راح يكون التي نوت. نفس العملية شوف حطهم باتجاهين بس بعدين هنا أنا من إجا أخذ القوة المؤثرة على البريك شنو أخذ اتجاه اتجاهاتي الموجودة إلى الأسفل فهي تي نوت على بعد 35 ملي تي نوت على بعد 140 ملي وعندي قوة البي البعد ماله 8%. هنا أنا هو رايد انه نحسب مقدار البي. البي احصل عليها اذا جيت واخذت عزم حول نقطه الاو بي مضروبه في 800 او 0.8 حول الراس للمتر مضروبه في عندنا العفو زائدا تي ان في 0.035 شي يساوي لي؟ يساوي لي تي نوت مضروبه في ال 140 او 0.14 فصارت عندي معادله رقم واحد اللي بيها مجهول ال بي والتي ان والتي نوت. شلون نوجد تي ان وتي نوت؟ واحده من المعادلات اللي موجوده اللي هو اخذناها بالاشتقاق من اشتقينا الراتيو مال تي ان الى تي نوت اللي هي 1 زائد ميو تان ثيتا على 1 ناقص ميو تان ثيتا مرفوعه الى قوه ان. ان عندي 12 2 الفا نعطينه 18 ديجري لكل وحده من البلوكات تشكل زاويه فاذا الثيتا عندي قد 9. وجدت معادله تي ان الى تي نوت.
هنا أنا أنا آسف الـ P نعطيني قيمتها P نعطيني قيمتها اللي هي 150 فإذا هذه المعادلة P معلومة و TN مجهولة كانت و T نوت مجهولة فصارت عندي معادلة بدلالة TN و T نوت منا أنا أيضا حصلت على معادلة ثانية بدلالة TN و T نوت أحل هذه المعادلتين راح أوجد مقدار TN و T نوت بهذه الطريقة هو رايت البريكنج تورك بريكنج تورك يساوي لي TN ناقصا T نوت مضروبة في نصف القطر هنا أنا ماخذ هو نصف القطر TN معلومة T نوت معلومة ونصف القطر هنا أنا اللي هو ماخذه كR إفكتيف ليش؟ لأنه الدايميتر هو عنده 800 نصها 400 الثيكنس مالت البلوكة هو شقد 100 فإذا 400 زائدا المفروض نصف الثيكنس هو حتى يكون R effective فهنا ناخذه ككل كل الثيكنس ما أخذه اللي هو 100 فصارت 0.5 وإذا أخذنا الإفكتيف راح يصير 0.45 من عندها نوجد مقدار التي